حضور سيدي عبد القادر لمات، فليتفضل سيادته مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سيدي صاحب السعادة عامل صاحب الجلالة على إقليم تردان وأعضاء الوفد المرافق لسعادتي، سيدي رئيس المجلس العلمي الجهوي لجهات سوس مسا، سيدي رئيس المجلس العلمي المحلي لتردان، سادتي أعضاء رؤساء المجالس العلمية وأعضاءها الحاضرين في هذا الملتقى الرباني الكريم، سادتي فقهاء المدارس العتيقة وتلامذتها النجباء، سادتي أئمة المساجد والأئمة المرشدين، أيها الجمع الطيب المبارك الكريم، كل باسمه الشريف ورسمه المنيف، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فإن مندوبية الشؤون الإسلامية لتثمن للمجلس العلمي المحلي دعوته المباركة الكريمة للمشاركة بكلمة متواضعة في هذه الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة العلمية المباركة التي ذهب المجلس على تنظيمها كل سنة، واختار لها هذا العام موضوعاً يعد من أهم الموضوعات في هذا العصر، ألا وهو أهمية وسائل التواصل الاجتماعي.